السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، مبروك عيدكم. كيف دوزتوا العيد؟ كي كان الاجواء مع الحباب مع العائله بوحدكم؟ المهم غير قبلوا عليا في هذا الفيديو، صافي في داكشي مختصر بزاف صراحه، ما درتش لكم كما موالفه، يعني في داكشي مختصر لانه عيدنا في دار، يعني نهار ماشي نهار ولا الغدا تغدينا عند دار كريمه وداكشي وخالتي، فالناس كانوا مجموعين. صافي صورت لكم غير تجهيزات هنا، كندير داك المسمن اللي كيكون مقلي ديال العيد وكيكون مديور عليه العسل هكذا واللوسيفيلي ولا الجلشلان. بزاف ديال البنات لانه امل نزلاتو عندها في القناه قالوا لها نزلي لنا الطريقه، ان شاء الله دابا نزل لكم طريقه منين نعاود نصاوبو، لانه راجل امل عجبو وحتى ولد اختي يحيى حتى هو عجبو، غادي نعاود نديرو ليهم باش يبقاو هكذا يفطروا به. المهم عجبهم وكيبقى هو مزيان، كيبقى حتى 4 ايام 5 ايام، يعني مقرمش وزوين وناجح وسهل الطريقه ديالو جدا، ما فيش تمره بزاف. وتخليو تقدروا كاع ديروه هكذا، تصاوبوه خضر يعني بلا ما تقليوه، وديروه في الفريغو وتخزنوه، والوقت اللي يجي عندكم شي ضياف ولا شي واحد تبداو تتقليوه وتديروا عليه العسل من الفوق، صافي وكتزينوه بالجلجلان ولا تزينوه بسميتو باللوز اللي عندكم اللي متاح عندكم. المهم دابا راه كلشي غالي صراحه، ولكن اللي متاح عندكم يعني ماشي ضروري تكلفوا على نفسكم، هادشي اللي كاين. المهم هنا شوفوا، غير صبروا معايا محمود حدايا، غير صبروا معايا صافي. المهم هنا انا كنحاول نقطع المسمن ديالي هكذا، صافي عرفتوا هالطريقه جد جد سهله يعني. المهم هنا البنات وجدت هاد الكيكه ديال التمر اللي شاركتها معكم بزاف تاع المرات، وهذا هو المسمن اللي كيكون مسقي بالعسل، ودرت فوق منه اللوز الايفيلي ودرت البغرير اللي تا هو شاركته معكم شحال من مره، هاد الطريقه ناجحه جدا. صافي المهم غير بغيت نوريكم هنا كيفاش تخزنوه، بالنسبه لكم مثلا ديروه راه هذا كيبقى يومين 3 ايام، كديروا العين على العين يعني ماشي كديروا وحده فوق وحده، باش ملي كتجيو كتبغيو تسخنوهم ما كيخسروش لكم داك العينين، كيبقاو الشكل ديالهم هو هذاك. صافي هاد الطريقه قلت خليني نوريها لكم، لانه كنشوف بزاف ديال الناس يعني كيديروا هاد الطريقه، ملي كيجيو باش حيدوهم دوك العينين دوك اللي يعني داك سميتو ديك الظهر البغريره كتلصق على الاخرى وما كيجيش الشكل زوين. فالمهم بالنسبه للكيكه ديال التمر غتلقاوها في القناه، كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. بالنسبه للمسمن بزاف ديال البنات قالوا الامل ولا تشاركوا معنا، ان شاء الله نشاركوا معكم ان شاء الله بشي فيديو اخر نشاركوا معكم، راه كيجي زوين البنات وكيجي لذيذ وكيبقى مقرمش يعني فتره طويله مده 4 ايام 5 ايام، وتقدروا ايضا انكم تخزنوه في الفريكو ومن تبغيو يعني تقليوه. المهم هنايا الفطور ديالنا كان يعني كانت معنا مرت خويا وليدات خويا وداكشي اللي فوق منا، المهم فطروا معنا تجمعنا وفطرنا داك النهار صافي. المهم راكم كتعرفوا الاعياد فاش يكون شي عيد صافي كتفكروا اللي مشى واللي مات الله يرحمه الله يغفر له. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I see what has a good bash. Zifi Martino was Zifi. Why never got in here and he's not because you're a dissa. That's how you had a car. Ah, he's a mahmo. He's a hand. Salam alaikum. Kederan bikhair. Mano. Had no zil. Ah, yeah. Salam alaikum. Kederan bikhair. Brook or wash over comb. Or cool am on to bikhair. وبالصحة والسلامة إن شاء الله، كل متمنياتكم هادي جليلي بزاف، والخالاتي سبعو غارة ممكن ما بيناش، ما تعرفش الضم داير بزاف، الضم ما مبينش جليل مزيان، شي كي كتبان لافونز هاد، يا محمود هاي هاي هادي حسن كاع منا، ما مبينش هادي زوين، اللي كانت عند أمل جات صغيرة، مال وري الجلابه وري الجلابه تاع مهودي مع السبرديله، هاي 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 هاي. المهم دابا غدرت واحد الروينه في الدار، درنا غادي نمشيو نتغداو عند كريمه عند دار خالتي يعني عند امها، انا غنسد غنحيد هذا الشيء وغادي نسد.
صور على بلغشي هادي شوف شوف الدراري كلشي لابس جديد. شحال هادي ما شفت فحال هكاي تما في مصر ما تعيدوا تسعيد بحال ماشي دابا كاين في العيد ديال رمضان داكشي كيشريو الحوايج ولكن هذا سميتو لا ما فيش خير على جال البنات رجعت كبيره شوفوا راه رجعت كبيره نعست محمود تكيجي بوكت قلت ندير لكم مونطاج زعما لهذا الفيديو ساعه نعست لانه هنا صراحه عرفت ما صامكش كنعس نهائي وصلت الصباح تلقاني باقا كندور في عيني هنايا كنفهم هاد الشوط الصباح كنعس 11 كتبدا كيبدا يحرقني راسي نعم كنصاوبو هاد التلفاز كيصاوبها ليا رجل امل اختي ايوا نشوف فين غيلوح لي الخيط عقلت على هاد شكون حق مثلا نلوح لك الخيط وتسناي المهم كما قلت لكم رجعنا من عند من دار خالتي هي مات كريمه يا خالتي يعني اخت امي ارمى تلوحو ورميوه رميوه في الزباله صافي و كنا تغدينا كسكسو بغيت ناخذ الخيط كلينا كسكسو كلينا واحد قصيه الكسكسو ما صورتش لكم لانه صراحه كانوا كانت يعني ولاد خالتي خواتها تكاري خوت كريمه وعيالاتهم رجالهم داكشي كانت مجده يعني المهم كانوا بزاف ديال الناس هذاك الشيء علاش يعني بقينا المهم جمعنا ضحكنا تغدينا وشربنا اتاي وجينا يعني صورت لكم شويه شويه ما صورتش لكم بزاف صراحه صراحه تبارك الله على بلادي الله بلادي وعياد ديال بلادي يعني تما صار فيها الاعياد زوينين فشي اعياد زوين اجي اجي محمود اجي اجي هنا فيها شي اعياد زوينين وفيها رمضان زوين فيها بزاف ديال الحوايج ولكن ملي تكون لما وتكون الحبه وتكون العائله وتكون الناس تتبغيك من قلبها تتكون بشكل مهم نقول لكم باي باي شوفكم ان شاء الله فيديو اخر باي باي.